ويا تغيير الدستور من ويا مامل من هذا النظام السياسي، يعني المطالب متوحدين عليها، لكن قد يكون تشتت في الرؤى في الوضع الحالي، وقد تحصل يعني من بعد الزيارة يجوز تحصل مثلا توحد بالرؤى بيناتهم. ويعني احنا قلت لك مثل ما قلت لك قبل شوي، احنا يعني حاليا في مرحلة ضباب سياسي، ستتضح رؤيا تدريجيا بعد زيارة الأربعينية. قد تكون هدنة أو استراحة مقاتل في هذه المرحلة، يعني تأسيا بمصاب الأربعينية، وبالتالي على القوى السياسية أن تستثمر هذا الموضوع في فتح آفاق، في وممكن مفاوضات، تستثمر في لملمة بتمرير حكومة الجراح السيد التي السوداني حصلت في الأحداث مع الدامية حلفاء بالضبط. التيار، ممكن يذهب الإطار بتشكيل حكومة هذا السوداني. ليس من شرف الخصومة، هذا يخرج عن شرف الخصومة، وسيكون فتح لصدام جديد. يعني صعب راح تحلقي هذا هذا الموضوع. تحدي لمطالب الشعب، الإتيان بشخص مستهلك بسلطة تنفيذية، هذا تحدي للشعب.